نقدر نقول ان الزتونة ورا التغيير الكارير هي الشغف، مش الفلوس، مش والفلوس. ال لا والفلوس، لا ما خلينا والفلوس كمان. متفقين يا دكتور احمد، احنا بنشتغل عشان نجيب فلوس، ده مش عيب. دكتور ممدوح، حكينا على خبرتك والخلاصه بتاعت الموضوع ده. هل نعمل كارير شيفت؟ حابب ايه ايه الحاجات اللي عديت بيها في المهنه؟ ما اكيد برضو اي مهنه كويسه فيها حاجه حلوه وفيها حاجه وحشه. تعمل ما تحب دي مقوله غلط. المفروض الواحد يبقى حابب الشغل اللي هو فيه من الاول، يبقى حابب الكارير بتاعه، يبقى حابب ان هو يبقى شغال فيه من الاول. لازم يعني في التعليم في الاول نهيئ الشخص ان هو يبقى الموبايل معاك لا اي شخص من الاول، ان هو نشوف الانترست بتاعته ايه، هو حابب ايه، حابب يشتغل ايه، بيحب الفيزيكس، بيحب الميديسن، بيحب ايه بالظبط، وبعد كده نبدا نوجهه للحاجه الصح. مش يبقى يعني اسمها ايه، متقاد لحاجه معينه بس. فمن هنا بقى فكرت ان انا مش عايز ابقى دنتست وعايز اعمل كيشن. ده انا باكل دول. عايز تبقى طيار؟ اه كان نفسي ابقى طيار، حافظ انواع الطيارات كلها وعارف كل الموديلز بتاعتها وعارف كل امكانياتها يعني امنيه حياتي لو حد يقدر يحقق لي الامنيه دي ان انا اقعد في الكوكبيت بتاعه الطيار.